سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد العربية التي نسلط فيها الضوء لهذا اليوم على المشهد السوري، حيث انطلقت أعمال ما يسمى بمؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية وسط مقاطعة الهيئة العليا للمفاوضات وحضور وفود تمثل النظام وشخصيات سياسية أخرى، وأعلنت حوالي 50 شخصية من المعارضة أطلق عليها معارضة شمال سوريا انسحابها من المؤتمر، واشترطت لعودتها وقف القصف على مدينة إدلب، وأعطت تركيا تطمينات للمعارضة بأنها لن تمارس أي ضغوط عليها في المؤتمر، وأبلغت وفد المعارضة بأن روسيا وافقت على مطالبته بتغيير شعار المؤتمر الذي كان يضم علم النظام فقط. ووفق وكالة الأناضول للأنباء سيعقد رؤساء الكتل السورية المشاركة اجتماعا أوليا مساء اليوم على أن تكون الجلسة الافتتاحية الرسمية غدا الثلاثاء. ووصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفن دي مستورا الاثنين إلى سوتشي للمشاركة في أشغال الحوار الوطني السوري. وفي سياق آخر، تواصلت عمليات القصف على مدينة عفرين، وأعلنت أنقرة سيطرة قواتها مع قوات الجيش السوري الحر على جبل برصايا الاستراتيجي، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد قوات حماية الشعب الكردية من عفرين مع استمرار المعركة حتى تحرير مدينة منبج. مشاهدينا، لمناقشة المشهد السوري لهذا اليوم أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي للدراسات والاستراتيجية والحضارية. أرحب بك سيد زهير سالم. أهلا بكم، يا مرحبا. لو بدأت معك من عمليات القصف، ما يجري على الأرض في سوريا من قصف غارات على إدلب تحديدا وعلى غوطة دمشق، وكأنه الطيران الروسي وطيران النظام يتناوبان على قصف هاتين المنطقتين وكأنه تمهيدا لسوتشي، كيف تقرأ هذا القصف الممنهج؟ ويوم أمس كان هناك مجازر في إدلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك أخي زياد، وشكرا لقناة الحوار وللسادة المشاهدين. في الحقيقة، إذا أردنا أن نبدأ كما تفضلتم من أرض الواقع، القصف الذي تم على غوطة دمشق تم عقب إعلان اتفاق هدنة. نعم. وكان إعلان الهدنة خلال ساعات، لم يعني تستمر الهدنة، ولا نستطيع أن نقول ساعة واحدة، وإنما كان مجرد خديعة مبيتة، يوقعون باليمين وينقضون بالشمال، واللعبة كما يقولون الطابة ملعوبة. وبشار الأسد مع القوات الروسية مع القوات الإيرانية المنفردون بالساحة السورية يلعبون على كل الحبال، وهم يجدون فائض من الوقت كما يجدون فائض من الأدوات التي تساعدهم على أداء هذه الأدوار. إذن القصف في غوطة دمشق، وهو قصف كارثي، كان بعيد الإعلان عن هدنة، وقعت في إطار الحديث، يعني قيل إنه كان هذا ثمرة لقاء ما سمي بلقاء فيينا. نعم. هذه الهدنة، حتى نضع المشاهد السوري والمشاهد العربي بعبثية، لما بيجي واحد مثلي ومدرك الساحة، وكثيرون أمثالي، أنا لا أقول أنا الوحيد، عبثية هذا الذي يجري في فيينا ولا في جنيف ولا في أستانا، عبثية المشهد، يوقعون هدنة على مستوى فيينا وديمستورا، واللي في نفس الوقت يخرقون الهدنة ليقع لدينا المزيد من ضحايا الأطفال والنساء. تذكر أننا نتحدث عن ضحايا من المدنيين الذين يقتلون، ويضطر من بقي منهم إلى الخروج من أوطانهم في قلب هذا الشتاء وقلب هذا الصقيع وقلب هذا البرد. إذا انتقلنا من غوطة دمشق إلى
ريف إدلب، ريف إدلب الجنوبي والشمالي، ما حصل بالأمس وصباح اليوم في سراقب المدينة المناضلة الشهيدة التي دفعت الكثير خلال هذه الثورة، ندرك أن ما يجري في سراقب وما يجري في هو جزء من مجريات سوتشي، كما كان ما جرى في الغوطة جزء من مجريات فيينا. ما يجري في سراقب وما يجري في إدلب وفي ريف إدلب وفي ريف حماة أيضا هو جزء لا يتجزأ من مجريات سوتشي، عملية فرض حل عسكري وليس حلا سياسيا. كل الذين يذهبون إلى هذه المؤتمرات عقلاء واعون يملكون الرؤية الحقيقية، ولكنهم طامحون، هم يبحثون عن كرسي كما يقولون يجلسون عليه وصورة، ولذلك لا يبالون بكل ما يقوله العقل وبكل ما يقوله المنطق. الآن الجريمة التي تقع في سراقب هي يعني نوع من أنواع الختم على جبين كل الذاهبين إلى سوتشي. لماذا نحن منذ البداية فريق وطني كبير، ولا أتكلم عن جهة معينة، رفضنا أستانا ورفضنا الآن سوتشي، ونرفض كل هذه يعني المزاعم التي يحاولون أن يتحدثوا عنها؟ أقول السبب أن هذه المؤتمرات في حقيقتها تعطي الشرعية للمحتل القاتل المدمر الروسي، الروسي الذي احتل سوريا وهدم عمرانها وقتل إنسانها وشرد أبنائها، الآن يصبح وسيطا. إعطاء هذه الشرعية لهذا الوسيط هي جريمة يرتكبها هؤلاء الذين يقبلون بالطرف الروسي وسيطا، وهذه نقطة مفصلية أولية. لا أحد يقول نحن لا نملك خيارا، هذا الكلام الذي يريد أن يتصدر المشهد عليه أن يوجد الخيارات البديلة. طيب. أول نقد لمعطيات سوتشي على ضوء ما يجري على الأرض أنك تحول القاتل المدمر إلى وسيط وتحوله، تعطيه شهادة حسن سلوك وأنه مقبول كوسيط بين الأطراف المتنازعة. طيب في هذه النقطة دعنا سيد زهير سالم، لماذا يلام العدو من وجهة نظر الشعب السوري هؤلاء الأطراف التي تقتل الشعب السوري؟ هي عدو له من المفترض، روسيا، إيران، النظام، نظام الأسد وكل من هو مشارك في هذه الحرب ضد الشعب السوري. لماذا يلام هؤلاء ولا يلام من يذهب لإعطائهم الشرعية؟ وأنت قلت بأنهم عاقلون وواعون لكل ما يجري، ما هي دوافع ذهابهم إذن؟ يعني أنا أتحدث، ليست القضية من يلام. أنا لا ألوم الروسي، لا يلام الذئب في عدوانه. نعم. أنا لا ألوم الإيراني، لا يلام الذئب في عدواني، ولا ألوم بشار الأسد، هو أيضا ذئب معتدين. نحن نتحدث عن هذه الشريحة، نحن نتحدث عن هذه الشريحة التي أحيانا لتغطي عوارها يعني تتجلبب بالمصلحة الوطنية والمستقبلية والحل السياسي وشيء أحسن من لا شيء والسياسة فن الممكن. هذه الشريحة أنا التي أتحدث عنها، أتحدث عن الشريحة الأخرى أو إلى الشريحة الأخرى، إلى هؤلاء الصابرين الصامدين المكلومين تحت القصف أو في المخيمات. أريد منهم أن يعوا بأن الذين يرفضون مثل هذه المؤتمرات وهم كثر في الساحة السورية بحمد الله، لا يرفضونها لأنهم لا يحسون بمعاناتهم، لأنهم لا يحسون بآلامهم، لأنهم لا يريدون مخرجا للشعب السوري، ولكن لأنهم يدركون أن كل هذا المعروض على الشعب السوري هو أن يعود في ملة بشار الأسد، وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد أن نجانا الله منها. يريدوننا أن نعود عبيدا عند بشار الأسد وعند الآن بوتين وعند الآن الولي الفقيه، هذا الذي لا يمكن أن نقبل به. يجب أن يفهم هؤلاء الأخوة، هؤلاء المواطنون، هذا الشعب السوري الحر النبيل، أن المعادلة واللعبة ليست على أناس يريدون له شيئا وأناس عدميون لا يريدون كل شيء ويتاجرون بدمائه، وإنما المشكلة أن الذي يريدون أن يردون إليه
الروس وحلفاء الروس أيضا أن يردون عبيدا في مزرعة بشار الأسد. نعم، ولكن بالمقابل قد يقول لك هؤلاء سيد زهير سالم بأنه يعني تبعات عدم الذهاب إلى مثل هذه المؤتمرات هي كارثية، عندما رفضت المعارضة السورية وتحديدا الهيئة العليا للمفاوضات المشاركة في سوتشي، كان هناك بيان من قاعدة حميميم قالت بأنه سيكون الرد على الأرض والنتائج ستكون على الأرض، ونحن نشهد اليوم هذا القصف المكثف. إذن أليست هذه وجهة نظر لدرء يعني قليلا ولو قليلا من القصف الروسي الذهاب والتماشي مع الواقع؟ بالعكس، هذا المنطق القبيح الصادق يفضح الموقف. نحكمكم أو نقتلكم. ومن أول يوم عندما قال بشار الأسد هذه الكلمة، وعندما قال أتباعه الأسد أو نحرق البلد، الشعب السوري كله قال نحن لن نقبل بالأسد، والشعب يريد إسقاط النظام. إذن هذا المنطق، والذين قرروا أن يذهبوا إلى سوتشي تحت هذا المزعم، 50 شخصية الآن، ماذا كافأهم الروس؟ بالقصف إدلب الذي كنا نتحدث عنه. يعني مع أنهم قرروا الذهاب وهم 50 شخصية تمثل فصائل على الأرض، نعم، من شمال سوريا، من شمال حلب، من شمال إدلب، هذول ما هم من المريخ، ما هم من هؤلاء الذين يؤمنون بالمنطق الذي تتحدث به. نعم، ماذا قال لهم؟ ماذا أجابهم الروس؟ بماذا كافأهم الروس؟ كافأهم بين امبارحة واليوم عشرات الأطفال والمدنيين في مدينة سراقب وفي ريف إدلب. هذه هي المكافأة على الذهاب. إذن نحن على كل حال يعني كما يقول مقتولين مقتولين، ما دامت التركيبة الدولية والإقليمية تسير في هذا الإطار يجب أن ندرك. أما تقول لي طيب سؤالك الأول ما هي الخيارات؟ الخيارات أن لا يتقدم الصف إلا عاقل مبدع قادر على إبداع خيارات حقيقية. الاستسلام ليس خيارا، والخضوع ليس خيارا، والهزيمة ليست خيارا، والخيانة ليست خيارا. هؤلاء الذين يذهبون إلى سوتشي الآن ليمارسوا كل هذه الأعمال، هذا ليس خيارا. أنت إذا أردت أن تكون في المقدمة عليك أن تعطي الأمر حقه، وأن تبحث لهذا الشعب الذي يعاني وكلنا مع معاناته، أن تبحث له عن خيارات وعن بدائل تخرجه مما هو فيه. بالمناسبة اليوم صباحا قرأت خبرا لم أستطع التأكد من صحته حقيقة، بأنه الأمن الروسي يعني اعتقل بعض المدعوين إلى هذا المؤتمر في المطار بتهمة الإرهاب. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا المؤتمر هو بمثابة فخ روسي لبعض الناس؟ يعني حتى لا نعلق على خبر حتى الآن مشكوك فيه، دعنا نتحدث عن عبد العزيز الخير. نعم، الذي عاد من موسكو إلى دمشق وهو محسوب على هيئة التنسيق. نعم، التي تعيش داخل سوريا، والمحسوبة عموما تاريخيا على اليسار الروسي السوفيتي دعني أقول. وأين هو عبد العزيز الخير؟ الآن نحن نحيي موقف هيئة التنسيق التي رفضت سوتشي بقرار رسمي من هيئتها، وهذا شيء جميل ويستحق التحية، وهو يدل على وعي وعلى التزام وطني. ولكن أنا سؤالي حتى لا أعلق على الخبر المشكوك فيه، أنا عندما يكون السيد عبد العزيز الخير وهو مواطن سوري ينتمي إلى هيئة سياسية لا أحد يستطيع أن يتهمه بالإرهاب، وهو من وجوه أبناء الطائفة العلوية دعنا نتكلم بالصراحة، والآن أظن 4 سنوات أو 3 سنوات على اعتقاله. هل فعلا أن بوتين لا يستطيع أن يمارس ضغطا على بشار الأسد لإخراج عبد العزيز الخير من السجن؟ أنا أريد فقط أن أقول للجميع بأن بوتين هو جزء من لعبة الاستبداد في سوريا، لأنه لا يحتاج إلى كثير كلام. يأمر ضابط صف عنده في حميميم يتصل ببشار الأسد وبقول له الرئيس بقول لك طالع عبد العزيز الخير، بطلع عبد العزيز الخير من السجن، ولكنه لا يريد لأن بوتين هو جزء من هذه اللعبة. نحن أحوج ما نكون كسوريين أحرار بغير أجندة أخرى، سوريين وطنيين أحرار لنا مشروع وطني،
أن نلتحم هذا الالتحام لنواجهه. لما تقول لي إيش هو البديل؟ ألا ندخل المعركة علمانيين وإسلاميين ويمين ويسار ومع سوتشي ومع أستانا؟ هذه الفوضى أرهقت المعارضة السورية. البديل الأول أن ندخل بلحمة وطنية لنسقط المشروع المثلث الرؤوس، المشروع أو المربع صار الآن الأمريكي الروسي الإيراني الأسدي، هذا المشروع المربع الرؤوس الذي يتم يعني العمل عليه على الأرض السورية. ما هو هذا المشروع سيد زهير سالم، والذي يتجسد ربما اليوم بشكل أو بآخر بمؤتمر سوتشي؟ ما الذي تريده روسيا من هذا المؤتمر؟ روسيا وأمريكا والمشروع الصهيوني والمشروع الصفوي الإيراني يريدون شيئا واحدا بجملة واحدة، ألا يحكم الشعب السوري نفسه، ألا يحكم الشعب السوري نفسه فقط. بوتين لافروف عفوا قالها بالعبارة الصريحة، يريدون أن يحكم أهل السنة سوريا. أهل السنة هم أهل سوريا، وأنا لا أتكلم بمنطق طائفي، هذه عبارة ليست من عندي. لن نسمح لأهل السنة أن يحكموا سوريا، ونحن نقول أهل السنة لا يريدون أن يحكموا سوريا كأهل سنة، يريدون للشعب السوري بكل مكوناته أن يحكم سوريا بقرار وطني وبعملية وطنية وبانتخابات وطنية وعلى أسس مجتمع مدني موحد ودستور مدني موحد. هذه اللعبة التي يلعبونها. الأمريكي لا يريد لأهل السنة أو للشعب السوري أن يحكم نفسه، الإيراني لا يريد للشعب السوري أن يحكم نفسه، الصهيوني لماذا الصهيوني لا يريد أن يحكم الشعب السوري سوريا؟ لأنه لو حكم الشعب السوري سوريا سيكون لديه مشروع وطني لتحرير الجولان التي هي أرض سورية وليست أرضا فلسطينية بالمناسبة. الجولان سوري وليس فلسطيني. أي برلمان حقيقي في سوريا سيضع خطة كما حرر المصريون في حرب 73 سيناء، سيضعون خطة لتحرير جولانهم المحتل. إسرائيل لا تريد مثل هذا النظام، لا تريد بنظام يعتبر تحرير الجولان أولوية وطنية. وأنا لن أتحدث عن فلسطين، ليس زهدا في فلسطين، ولكن حتى لا يدخلوننا الآن في السبل الضيقة، أنا أقول لا يريدون للشعب السوري. هذا ملخص المشروع. تقول لي ما هو المشروع؟ بيقبلوا بكل الفئات، لذلك أحيانا تغضب أمريكا في بعض الأقليات في سوريا، وأنا أحترم جميع الأقليات، لها حق الوجود وحق الحياة وحق المساواة المطلقة. حرك الأمريكيون طيرانهم أسطولهم الجوي وشكلوا تحالف من أجل أقلية في سوريا قيل أنها قد مست، وهذا القول إعلام ربما يكون كاذبا، لا تشكل 1 في 10,000 من سكان سوريا. ومع ذلك كل البارحة اللي حصل في سراقب واللي حصل أول أمس في ريف إدلب في الغوطة يكفي نفسه. لو كنا نتسرب بنفس المشاعر الإنسانية بنفس الدوافع الإنسانية ليتحرك العالم كله، ولكن هؤلاء السوريين الذين نتحدث عنهم لا أحد يغضب لهم، لا أحد يدافع عنهم، لا أحد يبالي بدمائهم، بل بالعكس الكل يعترف بأنه من حق الروسي أن يقتلهم، من حق الأسدي أن يقتلهم، من حق الإيراني أن يقتلهم، ولا أحد يريد أن يوقف المأساة التي تجري إذن عليهم. إذن قرار بقاء بشار الأسد من عدمه ليس قرارا روسيا، ليس بيد روسيا سيد زهير سالم. يعني أنا كنت أقرأ اليوم في خبر عن زيارة نتنياهو إلى روسيا لبحث التنسيق العسكري مع روسيا في سوريا، وكنت أتساءل كيف لعدو المقاومة المفترض لحلف المقاومة أن يلتقي مع حليف حلف المقاومة من أجل التنسيق العسكري في سوريا. يعني هذه أيضا نقطة أحب أن أفككها. اللهم لما يرفضون الشعب السوري كشعب سوري بالمفهوم السياسي المعوم، ولا أريد أن أتحدث لا طائفيا ولا يعني إيديولوجيا، بدلاء عندهم بدلاء متعددين. الأمريكان حسموا بديلهم وذهبوا مع حزب البي واي دي الذي هم البيكيكي أصله المصنف إرهابي، وذهبوا معه وشكلوا منه ما شكلوا. الروس ذهبوا مع بشار الأسد ومع من يمثل أو من يلم به من أبناء طائفته. الآن الصهاينة
بعد ذلك ضاقت خياراتهم على هذه المكونات، فوجدوا يعني بشار الأسد قال يعني اللي بتعرفه أحسن من اللي بدك تتعرف عليه وتمسكوا به، الموقف الصهيوني أساس فيما يجري في كل سوريا. لذلك أنا احنا حتى لا نبعد كثيرا، أنا ما زلت أريد أن أقول كلاما عن سوتشي. ماذا يطرح في سوتشي الآن؟ بغض النظر عن كل شيء وبغض النظر عن اللي غاب وعن اللي حضر، وبالمناسبة بالمناسبة وهذا قد يخفى عن كثير من الناس، أحب أن أقدمه للسادة المشاهدين، بشار الأسد ليس متشجعا لسوتشي، بدليل أنه سوية وفد المعارض المشارك انخفضت. نعم. لم يرسل بشار الجعفري إلى سوتشي، ولم لم يرسل وفدا رسميا، وأرسل واحد اسمه تاريخي سياسي سوري يعني يمكن الآن، وأنا صغير عمره كنت أسمع به، اسمه صفوان القدسي في الجبهة الوطنية التقدمية، يعني حالة من الهرتكة الشعبية الذي يريد أن يقول بأننا قد حضرنا. الروس كدبلوماسيين أيضا يدركون هذا، يدركون أن بشار الأسد يلعب على الحبل الروسي والحبل الإيراني والحبل الصهيوني ولم يترك، والحبل الأمريكي والحبال الأخرى في المنطقة. ترى بشار الأسد الآن يلعب على كل الحبال، ليس بمهارته وإنما بالظروف المعقدة الموجودة في المنطقة. ولكن أريد أن أقول يعني إذا رجعنا بنود مسودة البيان الذي قيل بأنه سرب عن سوتشي، ونركز مشاركة ديمستورا بأمر الأمين العام للأمم المتحدة، نعلم أن المؤامرة ليست تحت سقف روسي فقط وإنما هي مؤامرة دولية. قال إصلاحات دستورية في سوريا. طيب بيقولوا في الإصلاحات الدستورية إنه تشكيل جيش وطني. متى كان الجيش في سوريا غير وطني؟ ما هذا المطلب؟ هل يقر بشار الأسد إنه الجيش السابق اللي كان في سوريا كان جيشا غير وطني؟ أليس هذا اللي بسموه الجيش العربي السوري واللي ما حارب حربا واحدة لنصرة سوريا بحق، وإنما كل عضلاته وكل ما ادخر من سلاح ومن تدريب ومن استعمله ضده؟ أليس هذا هو الجيش الوطني؟ عندما تطرح علينا سوتشي قال تشكيل جيش وطني، ما مفهوم الجيش؟ التعددية السياسية، متى صدر علينا حافظ الأسد وبشار الأسد التعددية السياسية؟ أليس لدينا أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وخمسة أحزاب الانتخابات الحرة النزيهة؟ متى مارس بشار الأسد وحافظ الأسد؟ هل يقر بشار الأسد أن الانتخابات السابقة كانت غير نزيهة وغير شفافة والآن يعيدنا بانتخابات شفافة ونزيهة؟ دعونا نناقش الأمور بالمنطق. نحن في سوريا، المشكلة في سوريا أخي زياد لم تكن مشكلة الدستور، مع أنه الدستور فيه الكثير من العيوب ولكن ليس هو المشكلة، ولم تكن مشكلة قانون، مع أنه القوانين هناك كثير من القوانين الجائرة الظالمة، أما على رأس القانون 49-1980 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، لكن لم تكن حتى هذا القانون بكل ما فيه من عوار لو نفذ بطريقة قانونية لما وصل الوضع في سوريا إلى ما أعدم بموجب هذا القانون بأثر رجعي، مع أنه كل القوانين الدستورية تقول لا عقوبة بأثر رجعي، عشرات الألوف من الناس. إذن لم تكن المشكلة في سوريا دستورية كما يحاول أن يصورها بوتين، ولم تكن المشكلة في سوريا قانونية، وإنما كانت المشكلة في الأشخاص الذين لا يحترمون الدستور والذين لا يحترمون القانون. لو جئنا بأناس بأشخاص بشخصيات يحترمون الدستور فلا يوجد دستور في العالم مهما كان سيئا يسمح لبشار الأسد أن يفعل في وطن كما فعل بسوريا. نعم. ولكن في هذه الوثيقة التي سربت سيد زهير سالم أيضا فيها نقاط يعني قاربت على ما تم الاتفاق عليه أو على مخرجات جنيف واحد، وبالتالي البعض يرى بأنه هذه الوثيقة مقبولة. يعني نحن لا نريد أن نعتبر أن جنيف واحد يعني هو المحلل كما يقولون. لا، يعني أنا أقول ليس لدينا مشكلة دستورية في سوريا وهي حقيبة الدستور كلها لغو فارغ. نحن لدينا مشكلة مع الإنسان
مع الجريمة. هناك قانون في العالم كله في كل الدول، أي إنسان حتى اللي بروح بده يشتغل موظف في البريد، في مصلحة البريد في أي دولة، بده يكون عنده سجل عدلي نظيف. لا يمكن للمجرمين أن يدخلوا في سلك الدولة. هنا المشكلة. القانون كما تقول، كما يريد القاضي يقلبه كيف يشاء وينفذه كيف يشاء. الدستور يتلاعب به المتلاعبون. حتى لما اصطدموا بالمادة الدستورية عندما مات حافظ الأسد، ما اجتمعوا في لحظات ورفعوا أيديهم وعدلوا الدستور وفصلوا القميص على مقاس الغلام الوريث. إذن نحن أمام حالة يتهرب فيها هؤلاء الذين في جنيف، وأنا قلت هم واحد، والذين في أستانا، والذين في اليوم سوتشي، يتهربون من مواجهة الحقائق، من مواجهة الوقائع، أن هناك مجموعة من المغامرين الفاسدين المستبدين القتل المجرمين سيطروا على مقاليد الأمور في سوريا. أخرج الأمر من أيديهم، ضعه بأيدي أناس طبيعيين فطريين مهما كانت درجة يعني ثقافتهم، ستجد أن الأمور تسير بطريقة عادية، لأن من طبيعة الإنسان أنه لا يعد على الإنسان ولا يقتل الإنسان. ففي كلمة واحدة، إذا أردت أن تعرف حقيقة هؤلاء الناس، أو إذا أراد الرأي العام أن يعرف حقيقة، فقط ليأخذ صور من سجونهم حيث لا رقيب عليهم. هم يظنون أنه لا رقيب عليهم وليس لديهم ضمائر، ولكن نحن نقول الله هو الرقيب عليهم. ما طبيعة هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن تسلم مقاليد الأمور لهم بمرحلة انتقالية؟ لأنه البعض بدأ يطرح فكرة الوصاية الأممية على سوريا في مرحلة انتقالية حتى يتم التمهيد لإعادة تكوين الدولة السورية. يعني الآن نحن عندما نتحدث عن طبيعة هؤلاء الأشخاص، لا أحد يعني كأسماء أو كشخصيات، وإنما الإنسانية، التطور الحضاري الإنساني أوجد طرق للاختيارات. المجتمع عندنا تعبيرين الآن، مجتمع مدني ومجتمع أهلي. المجتمع الأهلي يمكن أن يكون له مخرجاته، أو المجتمع المدني الذي هو مجتمع سياسي منظم يمكن أن تكون له مخرجاته. نحن لا نريد أن نهرب إلى وصايات دولية، لا نريد حتى كل هذا التدخل الخارجي الذي حصل ويحصل على الأرض السورية. لم يكن في يوم من الأيام يدور في خلد السوريين، لم نكن نظن، كنا نعيب على المعارضات التي تستنجد في الخارج. تحدثنا كثيرا عن المعارضة العراقية لنجد أن النظام الذي يجلس على الكرسي ويمسك بمقاليد الأمور هو الذي لم يترك يعني كيانا شريرا في هذا العالم إلا وأجلب به على الأرض السورية. نعم، سأتابع وإياك سيد زهير سالم، ولكن بعد أن نتوقف مشاهدينا مع هذا الفاصل ثم نعود تابعونا. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. 25 من يناير، من الثورة إلى الانقلاب. العسكر رأوا أن في 25 يناير فرصة للتخلص من شيئين: التخلص من الثوار الذين نادوا بإسقاط النظام، والتخلص من الدولة القديمة التي كان يترأسها حبيب العادل وعمر سليمان. سلسلة وثائقية تروي حكاية ثورة يناير المصرية، تعرضها قناة الحوار في الذكرى السابعة للثورة، تأتيكم في الأوقات التالية. مآلات موجة الاحتجاج المتواصلة في المغرب وأسباب رفض الشارع للخطط الحكومية المطروحة وخلفية الجدل حول مسار جبر الضرر لضحايا انتهاكات النظام التونسي السابق
وآفاق الحريات في موريتانيا في ظل اعتقال ضابط انتقد السلطة، وفي ليبيا انزعاج أممي من الإعدامات الميدانية وتساؤلات عن ارتباط حفتر بها. هذه المواضيع نناقشها في محطات مغاربية، يأتيكم الاثنين الرابع عصرا بتوقيت غرينتش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من المشهد العربي التي نتابع فيها مع السيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية والحضارية حول المشهد السوري. سيد زهير سالم، كنا نتحدث حول سوتشي قبل الفاصل، وتحدثت عن المؤامرة الدولية على سوريا والشعب السوري. الحقيقة هناك سؤال يجول في الخاطر، المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا الذي أخر قرار مشاركته من عدمه في سوتشي إلى ما بعد إعلان المعارضة مقاطعتها لهذا المؤتمر. الأمم المتحدة التي يعني من المفترض أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم، يقال بأنها أكبر ممول لها وتدعمها، يعني قاطعت هذا المؤتمر. الولايات المتحدة قاطعت المؤتمر، وفرنسا وكثير من دول أوروبا. لماذا يحضر دي مستورا؟ هل هو في موقف يتعارض مع موقف هذه الدول؟ يعني دعنا نقول بأن دي مستورا سبقه إلى هذا المنصب سلفان، السيد كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي. نعم. وكلاهما استقال احتجاجا على الموقف الدولي، ووجدوا أنهم الموقف الدولي يريد أن يجعل من هاتين الشخصيتين يعني غطاء للجريمة. الأخضر الإبراهيمي قال في أكثر من مرة لا يوجد قرار دولي بحماية الشعب السوري، بحماية المدنيين في سوريا، كما كنا نقول لا أحد يبالي بمقتل الإنسان السوري، وبالتالي هو يريد أن دي مستورا هو الآخر يعني من نفس الطبيعة، لا يهمه ماذا يجري في سوريا. كوفي عنان ربما ما حصل في يوم من الأيام في أفريقيا الوسطى في المذبحة المشهورة حمل مسؤوليتها، ما حصل في البوسنة والهرسك في رواندا نعم. وما حصل في البوسنة والهرسك أيضا كان جزء من حمل جزء من المسؤولية، فما أراد أن يضيف إلى ملفه وهو في آخر أيامه ملف الجريمة في سوريا، فسبق إلى الاستقالة. الآن دي مستورا لاحظ أو نلاحظ بأنه رجل في آخر أيامه، يعني وربما تجاوز 70، يحصل على وظيفة مناسبة مندوب الأمم المتحدة. وهذه الأمور نحن أدركنا أهميتها يوم كانوا عم حللوا قضية لجنة التحقيق في سوريا في القضية، قالوا يعني هؤلاء موظفين إذا ما هذا مشان يروحوا يشوفوا شغلة تانية، يعني إذا انتهت شغلتهم. لاحظ إذا هذه الأمور التي كنا نظن أنها بعيدة عن مخيال الكبار تبين لنا أنها جزء من حياتهم وجزء من قرارهم. فلذلك دي مستورا في هذا الإطار، الأمير غونتيريس هذا الذي جاء للأمم المتحدة والذي هو على ما يبدو أقل قلقا على الدماء الإنسانية، نحن كان السابق بانكيمون كان كثير القلق، هذا حتى ما نسمعه يقلق يعني على ما يجري، لأن يبدو مستوى الأحاسيس عنده منخفض، فهو يعني ضغط الدم عنده لا يتأثر كثيرا. نعم. إضافة هنا، دعني أتوقف هنا تحديدا في قضية المبعوثين الأمميين سيد زهير سالم، يعني إلى أي مدى هؤلاء المبعوثين يخضعون إلى العمليات ربما ابتزاز أو عمليات ريشن؟ نحن شهدنا منذ فترة المبعوث السابق إلى ليبيا مثلا تبين أنه
على علاقة أو اتصال بأبو ظبي بالإمارات ويقبض من الإمارات مقابل مواقف سياسية. منذ أيام كان هناك فيديو لبشار الجعفري يقدم هدية لديمستورا وهي قطعة أثرية. إلى أي مدى هذه العمليات يمكن أن تؤثر على مواقف المبعوثين الأمميين؟ أول دعني أقول هؤلاء يعني كمن يقود حافلة ركابها متشاكسين، هو لا يستطيع أن يكسر قرارا دوليا واضحا صريحا، وإنما عليه أن يراعي الجميع حتى يحافظ على منصبه. يعني الآن أي فريق من الدول الخمسة دائمة العضوية تضع فيتو على أداء الديمستورا بيضطر الأمين العام أنه يغير ديمستورا، لذلك ديمستورا. ولكن من بين هذه الموازنات يمكن هو في عنده بحبوحة هامش للتصرفات الشخصية التي يمرر من خلالها ليس قناعاته فقط وإنما أهواءه أيضا، من اشترى، من دفع له، من وعده، من مناه، من أكثر تأثيرا عليه. وبالتالي ومن خلال هذه المعادلة الشخصية التي تبدو أحيانا ضيقة يستطيع مثل هؤلاء أن يمرروا ما يريدون. يعني مطالعة بسيطة يقدمها ديمستورا لغونتيريس على أساس دوره الذي يمكن أن يكون إيجابيا في روسيا، وبيختم أنا أرى أن حضورنا أفضل من غيابنا، وأننا بقول له غونتيريس إذهب، أو كلاهما معا يقولان هذا للأمريكي يقولان إيه. يعني إذن القضية الهوامش الشخصية دائما تؤثر في المشهد وتؤثر في القرارات. نعم. ولكننا على ضوء ما كنا نتحدث والهدايا وليس فقط الهدية والعلاقات الشخصية بأبعادها، كل هذا موقف ديمستورا حتى الآن ليس موقف الوسيط، والوساطة هو قناع يضعه ديمستورا على وجهه. ونحن حين نجد هذه الفرق الجانبية المستشارين التي يشكلها ديمستورا على يمينه وعلى شماله ومن بين يديه ومن خلفه ونراقبها كسوريين، ندرك أن الرجل في مركب آخر، ليس في مركب الشعب السوري، ولا ينتمي ولا يريد، لا يريد لأي جهة تمثل حقيقة الشعب السوري. أنا قلت المعادلة ما هي؟ المعادلة إقصاء الشعب السوري ككل، إقصاء الشعب السوري عن أن يكون يعني له قرار في حكم نفسه. وبالتالي هو حريص دائما على التقاط يسموها الشاذة والنادة، وليس بالمعنى المؤنث، من الرجال ومن النساء، ليحيط به بهم أنفسه نفسه، وبالتالي يتخذ قراراته بناء على رأيهم. طيب، المعارضة السورية عندما رفضت المشاركة في مؤتمر سوتشي وكأن روسيا أسقط في يدها، كانت تمني النفس، وهذا ما عبرت عنه ربما صحيفة العربي الجديد اليوم، قالت مناورة روسية فاشلة في سوتشي. إلى أي مدى كان للدور الأمريكي، قيل كثير من التحليلات بأنه يعني سقوط سوتشي بهذا الشكل هو نتيجة الموقف الأمريكي حقيقة، الذي قدم ورقة أو وثيقة التي سميت وثيقة الخمسة في فيينا ورفضتها روسيا، وبالتالي الولايات المتحدة ضغطت باتجاه إفشال سوتشي. اسمح لي يعني أقول بأنه أنا أعرف أن الولايات المتحدة كما تفضلت الدولة عظمى في العالم، أو ربما بعض الناس يقول الدولة الأعظم. الفرنسيين والبريطانيين الذين كانوا شركائها هم أيضا من أصحاب القرار في مجلس الأمن. ولكن نسبة كل شيء إلى هؤلاء الناس وبهذا التبسيط، الحقيقة سوتشي ولد ميتا، ولد مشروع غير مدروس، فلتت لسان. إذا رجعنا إلى نقطة البداية، كان مؤتمر حوار الشعوب السورية والدعوة على أرض حميمين تكون في داخل الأرض السورية، ويعني كان أساسي يصير من شهر أو أكثر. يعني لاحظ كان الولادة الجنينية، يعني الإنسان لما يكون عنده مشروع بده يحل مشكلة معقدة عمرها 7 سنوات فيها دماء مئات الألوف من الناس، لابد أنه فيه خبراء، ليس كلام هكذا. فولد سوتشي ميتا.
الجهود الجبارة للرأي العام السوري، لا يجوز أن يسقط من الحساب. يعني ربما بعض المعارضين الآن، وأنا أشكر كل المعارضين الذين مثلا في هيئة التفاوض العليا أناس صوتوا أنه ممكن يروح على سوتشي، أخذوا 10 أصوات 19 أصوات. أيوة، لكن بعض هؤلاء الناس الذين قالوا يمكن نروح ومن يجب أن نذهب الآن امتنعوا عن الذهاب. أنا لا أريد أن أدخل في نيات الناس، أيضا هؤلاء شخصيات سورية نحترم رأيهم في عدم الذهاب ويعجبنا هذا ونشكرهم عليه. هم ينظرون أنهم ينتمون إلى هذه البيئة، وأن الصوت العالي الذي انطلق من كل الأطراف على الساحة السورية والتي تخون وتهون الذين يذهبون إلى سوتشي، شعر كل واحد من هؤلاء أنه ذاهب إلى محرقة، وبالتالي حتى لو كان في ضغوط من جهات أخرى كثيرة بالذهاب فهذا الرأي العام السائد. يعني أنا قرأت أحد الأحزاب وما بعرف والله مين وراه، لأنه صرت تسمع بسوريا أحزاب، واحد مسمي حاله تيار ما بعرف إيش، ما بدي أذكره، وبقول واو مع أنه الشعب كله ما بده، ونحن بدنا نروح مشان نجيب رأس البرنس. لاحظ هذا المنطق التسويقي التسويغي للجريمة. فهذا المشهد هو جزء من القرار الرسمي. أما الموقف الأمريكي، وهذه وثيقة الخمس الدول اللي صدرت بريطانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، السعودية والأردن كدول إقليمية في المنطقة، والتي جابهها السيد التي جابهها المدعو بشار الجعفري بقوله مرفوضة شكلا ومضمونا وإلى آخره. أقول هذه الوثيقة أيضا هي نوع من أنواع المناكفة الروسية الأمريكية. أنا شخصيا لا أحب أن أدخل في المناكفة الروسية الأمريكية، نحن لنا قضية ولنا مصلحة كسوريين، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي يجب علينا أن نبحث عن مصلحتنا. نعم. هذه المناكفة الروسية الأمريكية، أيضا بالمقابل هناك مناكفة أخرى، بل ربما أكثر من مناكفة، صراع أمريكي تركي ربما في سوريا. يرى البعض بأنه هذا الصراع يتجسد في سوريا، البعض يرى بأنه لا، الصراع أكبر من ذلك، هو محاولة أمريكية لضرب تركيا ذاتها. تركيا مؤخرا على ما يبدو بأنه شعرت بخطر كبير، وبالتالي دخلت في معركة عفرين. إلى أي مدى ترى بأنه عملية عفرين يمكن أن تؤمن بالفعل الأمن القومي التركي؟ يعني مقدمتك جميلة جدا وتفتح أفق. قبل عفرين، نعم، ما سر الصراع الأمريكي الأوروبي التركي؟ نعم. وأنا لن أذهب إلى موضوع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، يعني هذا يعتبر جانبي. هو نفس السؤال الذي قلت لي لخص المشهد في سوريا، قلت لا يريدون للشعب السوري أن يحكم نفسه، في تركيا لا يريدون للشعب التركي أن يحكم نفسه، نفس المعادلة. من خلال حكومة العدالة والتنمية حكم الشعب التركي نفسه بغض النظر عن كل الإيديولوجيات والطروحات، وتحولت تركيا كما يشهد الكثيرون من دولة متنحية متدهورة، منهار اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، إلى دولة تقف على قدميها. وهذه هي التجربة التي يخافون الغرب الآن، الذي خاف من مصر أن تتكرر التجربة التركية. بدل ما الجنيه كان استلم السيسي أظن الدولار بخمس جنيهات، اليوم اللي أظن 15-20، والله أنا مش متابع للأمور، 18 تقريبا مش متابع يعني لهذه القضايا. هذا الذي يريدون، بغض النظر عن فكرة الدين والثقافة والهذا، هم بدهم الجنيه المصري يصير الجنيه المصري الدولار ب500 جنيه مصري. هذا الحاكم الذي يحبونه. تركيا لما قدم حزب العدالة والتنمية، ماذا فعل حزب العدالة والتنمية في آفاق كثيرة لا أريد أن مشروع، لما كانوا يحكون حديث الحوض والحنفية والحوض اللي فيه مسرب وبسرب، ها، ويقولون متى يمتلئ الحوض، وفهمنا الأستاذ في الصف الخامس أنه إذا الحنفية بتكت أكثر من الحوض
من المصرف معناته بتملى. كل المصارف في العالم العربي مصارف الفساد أكبر مما من الدخل القومي اللي بسموه. إجا حزب العدالة والتنمية، لا أريد أن أقول سكر المصرف، وإنما يعني خفف شوية يعني شوي. فهذا المشروع التركي أن تحكم تركيا نفسها، في الأول رحبوا به كمشروع أنه هذا بخفف عنهم ظل التنظيم الفلاني والتنظيم ما اللي بسموها تنظيمات إرهابية، بعد شعروا أنه هذا المشروع غريب، وإذا قلدوا المصريين وقلدوا السوريين وقلدوا التونسيين معنى ذلك أصبحت أمام عالم عربي قوي. القوي ما بنى من ليله أرضه محتلة، القوي ما بنى من ليله إنسانه جائع، القوي ما بنى الليل والناس في جامعته يتعلمون جهلا، الطلاب في سوريا في جامعات مصر يذهبون إلى الجامعة ليتعلموا جهلا في حكم العصر، الأب بدفع وكذا وبيعطوا بيعطوه شهادة، ولكن هذه الشهادة لا تعين هذا الخريج على أن يعيش عصره بكفاءة تؤهله إلى منافسة الناس. هذا سر الحرب. لذلك لما جاءت القضية السورية دخل التحدي مع تركيا في مرحلة أضيق، هل يمكن لتركيا أن تقدم نفسها والربيع العربي تقدم نفسها للعالم العربي كأنموذج؟ ذهب أردوغان إلى مصر وحاول أن يقنع الأخوة في مصر حكومة السيد مرسي بتوجهات عامة، هنا رفضوا أن يكون هذا النموذج الذي ينبت قوة وغنى وراحة للمجتمعات، رفضوا وبدأت الحرب. كل اقتراح اقترحته تركيا كدولة للخروج من الأزمة السورية من أول يوم لم يوافق الأمريكان على اقتراح واحد، وأتحدى أي سياسي يقول نعم. الآن كم تحدث الأتراك عن منطقة آمنة ومنطقة عازلة ومنطقة منزوعة السلاح وسموها بأسماء، الآن الأمريكان يقولون إيه لا تعالوا إذا نفكر في منطقة آمنة وبأي شروط لا ندري. إذا الموقف من تركيا جاء من هنا، أعلنت الحرب على تركيا، الحرب الباردة تفجرت في محاولة الانقلاب التي الأتراك يعرفون جيدا من كان وراء محاولة الانقلاب. تم التحالف المريب، يعني استبدل الأمريكان الذي هو أدنى بالذي هو خير، مجموعة أشخاص أفراد، إن قلنا 1000 إن قلنا 10,000، تركيا صاحبة الجيش الثاني في حلف الناتو، تخلوا عنهم وذهبوا يشكلون مجموعات على الأرض السورية ليحاربوا بها السوريين ويحاربوا بها الأتراك. هذه المجموعات نخطئ نحن إذا أعطيناها هوية قومية، ونخطئ إذا أعطيناها هوية دينية. هؤلاء أصحاب مصالح، أصحاب تطلعات، أرادوا أن يجعلوا من أنفسهم أداة في اليد الأمريكية، وامتدت يعني المسافة التي يحتلونها بالعرف حتى الديموغرافي بلعوا ربع سوريا، وهم يعرفون أن منبج ليس فيها أحد من أبناء القومية التي يقولون نحن نعبر عنها، ولا الرقة فيها ناس من هؤلاء، ولا دير الزور فيها ولا البوكمال، ومع ذلك فرشتهم أمريكا على هذه الأرض لتسيطر على هذه المنطقة الحساسة من سوريا بوصفها أولا أرض سورية، وثانيا جنوب تركيا يهدد الأمن المستقبلي التركي. ومن هنا جاءت هذه العملية، ليست ضد الكرد كما يتصور البعض، وليست هي حرب دينية، وإنما حرب ضد مكونات إرهابية ذات طبيعة كأفراد تجمعهم أمور شتى ولكن لهم مصالح ذاتية. هذه المعركة التي تدور الآن في عفرين، الدرس الوحيد اللي لازم يفرضوه يعني عدم مؤاخذة، تأخر الأتراك أو القيادة التركية، ولا أريد أن أقول أتراك أو الحكومة التركية، في إدراكه إنه الإنسان إذا وضع قدمه على الأرض عندئذ يفسح له الآخرون. يعني كما أنني لا أريد أن أخوض حربا مع الولايات المتحدة، كذلك الولايات المتحدة لا تريد أن تخوض حربا مباشرة معي. لا، كما عندي حساباتي عند الولايات المتحدة حساباتها. أما هذا التخوف الذي صاحب الموقف التركي كل هذه السنوات، ربما أوصل الأتراك الآن إلى هذا الموقف. يعني نحن نقول بأن تركيا كان قمين بها بعد أن ذهب السيد
أحمد داود أوغلو إلى بشار الأسد. نعم. وأعطاه 15 يوم إذا بتتذكر أخي. صحيح. زياد لسحب إيش بسموها هاي المدرعات الثقيلة أو الأسلحة الثقيلة من الشوارع من المدن. نعم. كان وصلوا إلى حماة. صحيح. ولم يستجب بشار الأسد، قال له نعم. وخرج أحمد داود أغلو جزاه الله خيرا مبشرا بأنه الأمر انتهى وأنه نحن احتوينا المشهد، لكن مثل ما قالوا له مبارحة بالغوطة نعم، ثم في نفس الساعة كانوا يقصفون استمروا. كان على تركيا أن تحزم أمرها بعمل تضع قدمها على الأرض، كان هناك فراغ قوة، لم يكن روسي في سوريا، لم يكن إيراني في سوريا، لم يكن أحد من حزب الله في سوريا، وفي اللغة العامية بنقول الكف لمن سطروا، ولابد كان لهم أن يقوموا بهذا. ولكن تركيا كانت تدرك بأن العين الأمريكية عليها وتستهدفها اليوم. على كل حال بالأمس وزير الخارجية التركي قال بأنه الولايات المتحدة بمعنى أنها ما زالت تخادعنا وتقول غير ما تفعل على الأرض، وبالتالي ويعني قال بما معناه أيضا بأنه العلاقات مع الولايات المتحدة باتت على المحك. المخابرات الأمريكية يوم أمس أدرجت الوحدات الكردية على قائمة الإرهاب، فيما التحالف الدولي قال بأنه سنبقى في منبج وماضون بدعم الوحدات الكردية. إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور؟ والرئيس التركي تحدث أكثر من مرة حول منبج وبأنه سيصل إلى منبج وحتى الحدود العراقية. إلى أي مدى تغامر تركيا بمواجهة الولايات المتحدة ومشروعها في الشمال السوري أو الشمال الشرقي إذا صح التعبير؟ يعني أنا يعني لفتني التصريح بأن الولايات المتحدة ما زالت تخادعنا، جميل، لكن أنا أقول ستظل تخادعنا، وهذه أساس اللعبة السياسية. نعم. وروسيا ما زالت وستظل تخادعكم وتخادعنا، وإيران ما زالت وستظل تخادعكم. يعني حقيقة الأمور هي هذه، الشعوب يجب أن تدرك هذا، نحن في لعبة مع مخادعين. صحيح نحن لسنا مخادعين ولا نريد خداعا ولكن هذه قواعد اللعبة، يجب أن تلعب اللعبة على أصولها. نحن نتمنى الآن يعني أنه الله سبحانه وتعالى يخفف، نحن المدنيون الذين في عفرين أهلنا وليسوا هم المستهدفين، لا من قبل السيد أردوغان ولا من قبل الجيش التركي ولا من قبل الجيش الحر. منبج أيضا نحن نريد لهذه العصابات أو لهذه المجموعات أن تنكفئ، من يملك منهم رشدا يعود إلى رشده، وأن تنتهي هذه المعركة. لكن الدور التركي في المعركة، أنت لا تستطيع أن تسبح من غير أن تبتل. نعم. إيران سبحت في سوريا، كم الجنرال إيراني قتل؟ الحرب هي الحرب، الحرب. نحن لا نقول للأتراك وللدولة التركية اذهبوا إلى الحرب، الحرب مفروضة علينا. نعم. مفروضة على الأتراك وعلى السوريين وعلى السعوديين وعلى الإماراتيين وعلى القطريين وعلى كل وعلى المصريين. الحرب مفروضة علينا وبأشكالها المختلفة، علينا أن نرد الحجر كما تقول العرب، ردوا الحجر من حيث جاء. أما أن نقول بأننا لا نريد أن نذهب إلى الحرب، ما أحد، الحرب لا يختارها عاقل ولا يطالب بها عاقل ولا يحض عليها عاقل. الأقوياء المتغطرسون الطغاة هم الذين يختارون الحروب، ولكن إذا اختاروها وفرضوها هنا يأتي دور الرجال ليتصدوا لهذه الحروب ويطفئوا شرها عن المدنيين والمسالمين. نعم. أنا أود أن أختم معك مع أنه الوقت انتهى، ولكن أود أن أختم معك مع قضية. أنت تحدثت قبل قليل بأنه تركيا مستهدفة لأنها مثلها مثل سوريا ومصر وغيرها من الدول العربية التي لا يراد أن يحكمها شعبها، ولكن هذه المعادلة حكم الشعب لبلاده، يعني هذا المبدأ يحارب بأيد عربية قبل أن يحارب بأيد أجنبية. اليوم تركيا مستهدفة من قبل بعض من العرب
كما الثورات العربية مستهدفة من قبل هؤلاء. يعني إذا نحن أردنا أن نقول بأن وصف عربي وصف تركي وصف كردي مثلا هو عبارة عن جينات وراثية فربما يصح الكلام. الانتماء إلى هذه الأقوام الكردية بالنسبة إلينا حالة حضارية زاهية تمثل حالة في تاريخنا، التركية كذلك، العربية كذلك. نحن أمام حالات هؤلاء المستأجرون لقتال أبناء أمتهم على كل المستويات، العرب يقاتلون العرب، العرب يقاتلون يعني الفاسد يقاتل الإصلاح، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء الذين نتحدث عنهم، هؤلاء الذين تسألون، موجودون عبر التاريخ وجزء من الحرب والمعركة معهم، مع هؤلاء الذين يريدون إغراق هذا العالم العربي والإسلامي في دوامة التخلف والفساد والجهل والدم والفقر والحاجة. هذا الذي يعملون عليه جميعا، ومن هنا يستهدفون تركيا ويستهدفون غير تركيا أيضا. أشكرك جزيلا السيد زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية والحضارية، على حضورك معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم، حياكم الله. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم بخير. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر، أحداث تدفع عجلة